حبيبي خلصت الحمام؟ يلا حبيبتي جاي. تليفونك عم بدق. ردي يا قلبي ردي. الو بونسوار. بونسوارين. مش هيدا رقم كوماندان جابر؟ هو بذاته. حضرتك مرته الجديدة؟ لا أنا مرته بس، لا جديدة ولا العتيقة. مين معي لو سمحتي؟ مين معي لو سمحتي؟ ألو؟ هاي كوماندان، أنا سيلفيا. إيه يا هلا يا هلا، كيفك أنت؟ شو عملنا لمرة كلي؟ فات على نفسك؟ إنه من إيدك وما بدك إياها تفتح نفسي. من إيدي ولا من التليفون؟ تليفون؟ أي تليفون؟ تليفون. أنت مرته جديدة؟ لا أنا مرته العتيقة. مين هيدا أستاذ زياد؟ غردي؟ مش لازم؟ حبيبتي أنا ما بعرف كتير راعي شعور بهذا الموضوع، أنا مجوز جديد، أنا بعتذر. مين هيدي أستاذ زياد؟ هيدي سيلفيا. لا يا شيخ، سيلفيا افتكرتها مينيرفا. إذا بتريد ما تضحك. مش عم بضحك حبيبي، شوفي هلا. ما تسخف سؤالي ولا أحاسيسي. مين هيدي سيلفيا؟ حياتي شوفي هلا. خلص روقي. حلي عمي. ميسم حبيبتي، على القليلة إلا أوقاتك اللي بتكون فيها بالبيت مع مرتك الجديدة. أنا مبسوط. مبسوط؟ بشو مبسوط؟ على شو مبسوط؟ انك جقل؟ انه صاحبتك بتتصل فيك ومرتك بترد؟ شو السلطان سليمان؟ مبسوط انك بتغاري علي، انك بتحبيني وبتعصبي وبتغاري. مبسوط ايه؟ بغار على كرامتي. بلاي هون الجمل، انت بتحبيني وبتغاري علي. أنا هلأ اطمنت إنه ميسم تجوزت زياد لأنها بتحبه، مش كرمال ورقة شرعية لحتى تسجل بنتها لما انتولد. إيه بس أنت بس ما تغطي مشاعرك، قولي اللي أنت بتحسيه. أنا هلأ اطمنت إنك بتحبيني. أنت منى عمري، أنا عشت سنين وأنا أحلم بهيدي اللحظة اللي هي أنت. إنه جاي هلأ عم تتهميني بست، تلفنت لي يمكن مثلا يكون عندها قضية علقانة معي، بما إني أنا ضابط مهم بأمن الدولة، بيمرق على راسي كثير ناس، نسوان وتليفونات. أنت دغري راح تفكيرك للذكر والأنثى، المرأة والرجل. إذا هيك يا عيني انهيالي والله. ردي. ما بدي. بركي حدا من الدار. رد أنت وحدة بوحدة. هي تكرم عينك، أنا برد. ألو. يا هلا. ايه طبعا موجودة.
يلا تكي. سيلفيا بدها تحكيكي لتتفق معك على موعد مقابلة تلفزيونية. سيلفيا أهم مقدمة برامج سياسية وبدها تحكيكي. ردي عليها، ردي على صحابتي. يلا. ألو. أهلين أهلين. أي قال لي زياد إنه حكينا شوي بس ما كتير فسر لي. على كل حال أنت اللي حقك تزعلي مدام ميسم. قالي لي سؤالي أنا، أنت مرته الجديدة. أنا قصدي إنه جوازك جديد بس سوري ما بعرف هالجملة كيف تراوكبت معي. المهم المقابلة ما تراوكب معي. لما حكينا الرائد، على فكرة جوزك صديق عزيز وأنا بحترمه كتير، كف ونظيف وعشقه الوحيد تطبيق القانون. تسلمي. المهم يسلم هو. معك حق. أنا قريت كل اللي كتبتيه عن رشيد خطار، ولو مش بالاسم المباشر بس أنا عرفته وأكيد غيري كتار كمان عرفوه. رشيد خطار، أنا أول واحدة عملت معه انترفيو من أول ما تعين وزير. شفت المقابلة وبرجع بكرر اعتذاري مرة تانية، بس أبداً ما خطر على بالي إنه ممكن تكوني بتعرفي زياد. بتصير بسيطة، خلينا نحكي بالمقابلة. طبعاً أكيد. على سكايب يا زلمي، 100 مرة قلت لك على سكايب. شو؟ خلص 48 ساعة بكونوا بالبنك. نقدي؟ هي نقدي يا زلمي. أنت عم تحكي عن مبلغ ما بتساعه شنطة. خلص خلص حكينا على سكايب، يلا باي. معك كتير مصاري عمو؟ يعني ماشي الحال. أنا رجع لجوا. على سكايب؟ ما تعتلي هم. أنا بعتذر. عشو؟ عسيلفيا الطويل. أوكي. والله شو؟ شوفي هلا. أنا عبالك بعتذر بتقلي أوكي. أنا شو بدي أقول لك؟ ما بعرف. أنت الرجال. ما تكسري لي حلفيني. أنا خايفة إنها تكون حجة لأنه ما بدك. أنا بهيدا الموضوع ما بمزح، بس أنا أخذت عهد على نفسي من هلا لتولدي أنا الراعي مش الزوج لإلي.